اليوم بدنا نرسم هذا الرومان بس ستايل بيكون كوبيزم، كوبيزم ستايل، سينثيتيك كوبيزم ستايل. يلا نبلش. حكينا احنا شكل كوبيزم بيكون احنا بدنا نرسم شيبس، بدنا نرسم اشي بيشبه زي دايرة، بس انا ما بدي استخدم دايرة. ستايل كتير هلا معروف، عشان هيك بدنا نتعلم اشي جديد. هذا رومان تاني، اوكي. هلا بدنا ندخل لاينز، وين بكون في تقريبا لايت وين بكون في شادو. بس تقسيم مش يعني مش زي كل واحد بتحب تقسم، ما في اشي كان قوانين او اشي معين مطلوب منكو، لا. في واحد من رومان مفتوح، عشان هيك جوا نرسم او تريانجلز او سمول شيبس. في منهم مربوطين مع بعض، في منهم بيجي كل واحد لحاله. هذا جوا بيكون مفتوح، بدنا نعمل ديتيلز. في ليفز بيجو وفي صحن، صحن ممكن نرسمه كمان. بيكون اختاروا وين في لايت، انزي بيكون في هون داو. اوكي، بيكون انا برسم هلا الشادو. عشان كمان نستخدم بالصحن. في ليفز، هني أنا بدي أرسم ليفز، ممكن في الصحن ليف. طبعا إريز ستيلز ما بدنا ياهم. تقريبا زي هيك. هلا بدنا نعمل اشي زي باك جراوند، خلي باك جراوند احنا يصير زي بس لاينز. بدنا نبلش تلوين. نختار افتح لون، خلينا نستخدم اصفر. اوكي، خلي بيجي اصفر، على من فوق لتحت. هذا اسمه كوبيزم سينثيتيك، هذا كوبيزم، هذا ستايل. نستخدم الوان، اي الوان انتو بتحبوا.
طبعا كل اشي كمان نقسم على simple shapes. triangles كل اشي كتير simple ما في اشي صعب. الوان نغير مثلا انا هلا حابة نسوي الوان خامي بدي اسوي باك جراوند. نبلش بالالوان خامي. من جهتين بدي اسوي اورنج بصير رياليستيك كولرز بصير كولرز زي انتو بتحبوا. هلا ممكن انا بدي ابلش اعمل رومان عشان رومان ما يصير في كمان الوان كلهم بعدين بصيروا كل الوان زي بعض. هلا هون انسايد كمان بدي اسوي درجات ريد. هلا ليفز بيكون تحت نستخدم اكتر غامق وفوق افتح. نقدر نعمل كمان طاولة درجات جرين نص فاتح نص اغماق وين في منطقة شده. صحن بنقدر نسوي اي لون بس احسن اذا بكون درجات الوان بارد عشان يصير واضح في كل اشي. طبعا ممكن نستخدم كمان بلاك الاستخدام للأقرب شيدو من كل جهات نسوي بلاك.
بعدين كمان ممكن نسوي تريسينج، كمان بطلع حلو. ممكن إذا مش حابين كتروا ألوان بصير كل إشي تعمل بلون تركوازي، بس نغير أماكن لاينز عشان في لعبة ألوان. هلا دال إحنا بس فوق بصير كمان نختار أيلون، ممكن يصير لون اوكر. احلى بالهاي رسمة اذا بتعملوا تريسينج بطلع رسمة اوضح. بصير مبينة احلى. الآخر آخر إشي ممكن نستخدمه براون. هلا مش ضروري كل الألوان بيكونوا مناسبين لبعض، أهم إشي شوية تاتو منطقة وين بيكون في الشدة، شوي وين بيكون في لايت. اوكي هلا بدنا نستنى بس تنشف ونعمل تريسينج. هاي الرسم جاهزة، عملنا تريسينج، عملنا ديتيلز. شكرا، سي يو نيكست تايم، باي باي.